أن هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي، قطع نهائي باعتماد على الإمكانيات الذاتية. شو معناتها؟ الأصل يعني تنظير، التنظير صحيح أن الدولة يجب أن تعتمد على هذه النوع من الإعانات، لأن هذه الإعانات تحدث التنمية كما قلت في البداية، لا تحقق أي شيء، وإنما لابد أن تجتهد الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني والسكان من أجل إحداث التنمية ومن أجل الاستثمار. جهة الثروة ليس بسيط إلى حد أنه يعني بمجرد قلم أننا نقطع مع الماضي يعني حققنا التنمية، وإنما هناك صعوبات كبيرة واجهتها البلاد، منها أن الإمكانيات الذاتية هي منعدمة أو ضعيفة جدا، ومنها أن الخروج الأجنبية هي أصبحت نوعا ما معدودة، ثم أن هذه الفوارق بالفوائد ودفع هذه الديون أصبح يشكل عبا على الميزانية الفلوسية. ولذلك من ناحية النظرية أنه يجب القطع مع أساليب التجمع القديمة وأساليب الأنظمة السياسية التي مرت بها البلاد من 56، ولكن حقيقة هل نستطيع أن نحقق نحن يعني توجها تنمويا مستقلا ويحدث تنمية فعلية ويحدث نمو في البلاد ويقوم بعلاج هذه المشكلات؟ يعني البلاد الآن تنحدر نحو توسيع الفئة الفقيرة، أصبحت كبيرة جدا، تفوق حسب بعض الإحصائيات يعني تفوق 40%، تفوق 24% تقريبا، يعني أصبحوا ضمن فئة الفقراء والفئات المهمشة لستوندي تسعون فيلنيرابل، معناها معناها أصبحت إمكانية. ممكن التنمية لها قواعدها ولها شروطها ولها يعني أيضا أن يتوفر المناخ السياسي والمناخ الاقتصادي والاجتماعي، والأساس هو حوار. التنمية ما تجب تكون إلا عن طريق حوار بين كل مكونات المجتمع، وإذا عدم هذا الحوار لن تتحقق التنمية. نعم. وعلى مسؤول دكتور نعم دكتور